انه هاي سياسه. تفضل الشهيد عماد غنيم الله يرحمه، لانه ابن عمي ابو فهد وابن المجتمع العربي بشكل عام، ابن سنين بشكل خاص، ابن الارض المثلث. فكلنا اجينا يا عمي ابو فهد لنمثل الحق عند كل اهل سنين، اجينا نقول لك انه عماد ابننا واخونا والد للجميع. مضبوط، كنا بنتمنى في هاي المناسبه بعد 11 سنين انه يريحوا شهدائنا في البور. يعني خطاب الشرط الاول للعالم لما انحكى كلياتنا اتفاجئنا، الواحد منا صار يتساءل والله، حتى رئيس وزراء اسرائيل ما بيحكي اللي حكاه الشرط الاول في العالم اللي هو باراك اوباما ما جابت شيء. فاجينا عشان نقول لك انه احنا اجينا نجدد العهد لشهدائنا، الاهل شهدائنا معنا. انا شايف ابو نضال جريح يوم الارض، في عنا جرحى يوم الارض، في ناس اللي انسجنت. فاحنا كلياتنا مع بعض، كلياتنا مع الشهيد، مع اهل الشهيد. احنا كلياتنا جسم واحد، اهل اولاد بلد واحد، اولاد مجتمع واحد. فباسم الجميع بنقول الله يرحم شهدائنا. على وعسى ان شاء الله في 1/10/2012 يكون تحقق إشي من قيام الدولة الفلسطينية، من وجودنا على أرضنا في ظل المضايقات اللي قاعدة تصير، التشريد والهدم وكل هاي الأمور. فعلى وعسى إنه بعد سنة من اليوم نبلش نطلع في آخر النفق ونشوف ولو أمل بسيط. فباسم كل أهل سخنين يا أخي أبو فؤاد، أنت وولاد عم أبو فؤاد وكل أهل سخنين، نقول لك إحنا قدامك، إحنا وراك، هذا أخونا، هذا ابننا، انت والد للجميع، والله يرحم شهدائنا. تفضل الشيخ علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. يقول الله تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. فأبو فؤاد، إخوانه، أولاده، جميع، بارك الله فيكم، أخونا عماد وشهيد، من الذين قضوا نحبهم ومن الذين هم قدوتنا وأسوتنا، وكان طالب من طلابنا، من الطلاب المجتهدين، الطلاب المجاهدين الذين لم يقبلوا بأن تداس حرماتهم ومقدساتهم وكرامتهم وكرامة هذا الشعب. كان في المسجد في ذلك اليوم، انطلق من المسجد ولم يقبل أن يهان الأقصى عندما داسه ذلك النجس شارون، الذي يعذب حتى الآن في مثواه قبل القبر، قبل عذاب القبر وقبل عذاب يوم القيامة بما فعل بإذن الله تبارك وتعالى. فعماد لم يقبل هذا الظلم، هذا الضيم، وذهب وانتفض ودافع عن أرضه، وطنه، وشعبه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول عن هؤلاء الشهداء الذين هم وقود لهذه الثورات: هم الضياء، هم النور،
الله تبارك وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاليوم نرى هذا الربيع العربي الذي يتأسى بهؤلاء الشهداء، مثل عماد ووليد وأسيل وغيرهم من الشهداء، شهداء يوم الأرض، شهداء الأقصى، شهداء 48 36، كل شهداءنا العالم والعرب الآن يتأسون بهم، وليس لهم عز ولا كرامة ولا شرف ولا حرية إلا بهذا الطريق الذي خطه لنا عماد وإخوانه وأمثاله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يسيرون على دربهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يجعل مأواهم الجنة، وبارك الله فيك. بارك الله فيك شيخ علي. نسينا نرحب بأخونا أشرف، أخونا أبو أشرف عوض عبد الفتاح من البلد الجار كوكب، أهلا وسهلا فيه. معانا قدس الأب أبو فادي صالح خوري، تفضل أبونا. صباح الخير للجميع. ذكرى الصديق يدوم إلى الأبد. نتذكر في هذا اليوم شهداء لنا وإخوة وأبناء أضاءوا لنا الطريق، أضاءوا لنا السبيل في طريقهم التي نعتز ونفتخر بها، ونرى بهم الشموع التي أضاءت لنا سبيل ضربنا وحياتنا. قدموا أرواحهم، قدموا دماءهم، وهي أغلى ما لديهم، هي وجودهم الذي هو وجودنا. قدموا حياتهم في سبيل حياتنا. الدماء لا تصنع التاريخ، ولكن دماءهم قد صنعت لنا تاريخا نعتز ونفتخر به ونفتخر بهم جميعا. فهم أهلنا، وكل قطرة دم واحدة سكبت في سبيلنا نحن نقدسها، لا بل نحني لها هاماتنا. فذكر الصديق يدوم إلى الأبد. الله يرحمهم جميعا. أن نعيش عليها، وحقنا عليها وفيها، منها خلقنا وبها ندفن، نحن هنا باقون، وصمودنا وتمسكنا بأرضنا خير ما نبعث لأرواح شهدائنا أنهم سبقتمونا، ولكن من بعدكم باقون في هذه الأرض محافظون عليها، وإننا هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة. نشكر رئيس البلدية، نشكر أعضاء البلدية كلهم، ونشكر اللجنة الشعبية التي أدت جهود كبير مع تنسيق مع البلدية. نشكرهم جميعا، أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم، نشكركم. الله يرحمه. يزورونا ببيتنا، وانا يزوروا ذوي الشهيد، وظلوا بتواصل معنا. هذا مش غريب على بلدنا وعلى سخرين من 76 لجاي. بدي احب اضيف كلمة واحدة، الرد على وزير التربية والتعليم، هو كان اليوم واضح في مدارس سخنين، لحال الطلاب قرروا الاضراب وطلعوا من المدارس. اهلا وسهلا بكم.